لا تحيي القمر. نورت محمود يا جماعة. هذا باودر، هذا باودر. لي بعد إذنك بطلي تحلو عندش لحية. يا أخي أنا ليش فتحت لايف؟ المفروض أعرف أحتمر عليه هيجي. يلي سبقك جبت سنك هلا. شو عم تمعطي حالك؟ هاي عبد الله بدي احط ميك اب يعني، شو اطلع هيك؟ يا الله شو انكم متنمرين. واحد اللي يعلم بعشقك. جيت متنمرين انتوا، لو ما فاتحه لايف احسن. او ماي جاد لا تتأخري يا ويك تتأخري. على فكرة هلا أنا ضل لي شي ربع ساعة وأخلص وأطلع طريق نص ساعة. أنت اللي لا تتأخر. أوكي أوكي هاي شو فيها تضحك؟ والله عاجبني أضحك. مستحيل الشعر يوصف أي تفصيل في كلامك. الرات ليش تحديد؟ يا ويلي ربع ساعة وأخلص. ريدر ريدر ليش تخليني أحكي ريدر؟ حخلي طحين على خشمهم على قولة محمود. ويتش طولت خمسة شبار بيهم جالس حطت اكستنشن. لحيتش حلوة، تسلم لي حياتي. شو هروب؟ والله وصلنا 10,000. بدي اشوفهم شكلي هيك. او ماي جاد لا لا كلش لا. بليز لا تتنمرون. مرتضى شوي ما بي شي. بتحطين طحين؟ ريدا طحين شنو؟ طحين شنو؟ هاي باودر. والله هو صوتي المفروض ما افتح لكم لايف. انتوا ناس متنمرين. شنو هاي؟ ما يصير هيجي. شلون بسكرين وستكرات؟ لا هاي ما ادري شنو. انا كنت اشوفكم مهاراتي على سناب شات، بس قلت اشارككم هنا هم، بس لما تسوي احسن اطول من لحية اخوي. ابد ابد انتم ما تتنمرون علي، يعني انتم اكثر متابعين واكثر اصدقاء تحبوني ما تتنمرون علي، يعني اعرف هالشي. بعشقك انسى يا روحي. حاسه اكو شي غلط. علاوي منور ضلعي. ايه توزعوا تحيات بالله. حاطه طحين على عيني. حاطه هسه شنو؟ انا ما ادري صفنت. كنت متنمرين. انت بالعراق؟ لا انا بتركيا. حرفيا انا انسانه يعني جيب الحكي روحه. لو ما فتح لايف احسن. جبت لايف وتعليقات كلها تنمر. صايره ما اعرف اسوي كونتورنج، ما ادري ليش. حاجة ما تخصي قمر شخلة بوشش. هذا باودر حطلع له بقلب. لا طبعا خير احط كل هذا وما اطلع. كان يا ما كان كنت بحكي. والله متنمرين انتو. حشيل باودر عاد لانه شبعتوني تنمر. في او ما فيش. يلا كيف تتنمرون؟ بس هخليه على خشمي لانه بعدني هسه خليته.
أكو عندي مشكلة باللايف. What I don't know. سوين داخل مكياج، روحي غسلي خشمش. شو غسل خشمي؟ هذا مكياج ترى، الغسل ما يبقى. او ماي جاد شباب، شباب طلعوا في اللايف شباب، انتوا هاي صار فاركم بيها. وشك مسطرة راح الطحين، راح الطحيته. في حاجات حسيتك منها. ليش في طحين على خشمك عبد الله؟ انت كمان هاد باودر اسمه لوس باودر، هاد مو طحين والله، مو طحين. بعدين انت ليش قاعد باللايف؟ روح تجهز. سيطرة همشك مسطرة سيطرة لحيتك سكرة، أنا متكبرة. شنو رح تلبسين؟ شوفوا احتمال رح ألبس اللبس عرفتوا اللي كنت لابسته البارحة بالليل، لأنه ما رحت بس إنه بس الاجتماع الميتينج تمام، ورجعت لبست كلش حبته، بس ما صورت فيه ولا سويت فيه شيء، فحتما حلبسه كلش حبته. مع انه مو نعتي البس اللبس يعني هيك شيء يومين ورا بعض، بس حبيته. سيطرة خلي خليها مسكرة. على فكرة تقريبا خلصت الميك اب، بس فقط المسكرة هي أصعب شيء. ما يزور خشمش، لا تحاولين عادي. صح حد قايل أني ضايجة، ترى عادي يعني الموضوع كل شيء. نحاول إحنا. قمر وين رايحة؟ والله رايحة اقعد مطعم اتغدى مع عالم. اي والله، بس نحط ماسكرا. ترى اغنية ادهم النابلسي خايف حذفوها من اليوتيوب؟ لا لا، اذا ما حذفوها فاقدر.